طيب كريم رجع لنا تاني، اهلا وسهلا بيك يا كريم مره تانية. مرحبا بيك من جديد يا كابتن ميدو. يمكن كنا بنستكمل طبعا التدريب النهارده والاستعداد الاخير لفريق النادي الاهلي، مباراه دجله مباراه غايه في الاهميه. يمكن مستر فايلر النهارده اكد على لابد ان احنا يعني ما نبصش لترتيبه في جدول الدوري، نقاطه وكل الفرق بتكون شرسه جدا امام النادي الاهلي، بتعتبر هذه المباراه مباراه بطوله. فكان في محاضره تحديديه النهارده قويه جدا من مستر فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ، وايضا كمان لعيبه النادي الاهلي. مرحله يمكن مهمه جدا يا كابتن ميدو، انت عارف، وتلاحم المباريات الكبير محتاجه كل اللعيبه تكون جاهزه بشكل كبير جدا. محتاجين في كل مباراه نفرض شخصيه النادي الاهلي من منذ بدايه المباراه، نقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه. ده يمكن كان الكلام اللي بيحاول ان هو الجهاز الفني يوصله للاعبين. النهارده التدريب نقدر نقول كان يعني الجزء الكبير منه هو خططي وتكتيكي بشكل كبير جدا. يعني نقدر نقول الراجل ما عملش تقسيمه كبيره كالعاده في كل نهايه مباراه، على قد ما هو النهارده كان بيحاول يوصل كل النقاط اللي وقع فيها النادي الاهلي تحديدا في مباراه تليفون ابو السويف ومباراه الهلال، ان هو بيصححها بشكل كبير مع ايقاف للتدريب بشكل مستمر. النهارده كمان كان في تركيز على الكورسات، الكورنرات، الكرات الثابته. مجدي قفشه النهارده يعني انا بنقول يعني ان شاء الله باذن الله مع الحاله اللي احنا شفناها النهارده الكرات الثابته كلها تاثير جدا يا كابتن ميدو مع النادي الاهلي في مباراه الغد، مع الحاله ومع التركيز ومع التكتيك وفكر الراجل. يعني الراجل طبعا زي ما بنقول بعيد شويه لسه مع الانسجام الكبير اللي احنا منتظرينه انه يكون مستر فايلر مع النادي الاهلي، رغم الفتره القليله اللي فيها مستر فايلر مع النادي الاهلي، لكن في بصمه كبيره، اللعيبه بتستوعب كل التعليمات. كمان هو الجانب النفسي يمكن بيهتم بيه بشكل كبير جدا. النهارده جمعته جلسه بحسام عاشور، يعني نقدر نقول من 10 ل 15 دقيقه النهارده جلسه مع حسام عاشور مطوله. يمكن كنا بعيد شويه كابتن ميدو، انت عارف يعني الملعب والغلق الخاص بالتدريب، لكن من الواضح ان كانت جلسه مهمه جدا لحسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي، بجانب ياسر ابراهيم كان متواجد معاه امس، شريف اكرامي بيحاول ان هو يعني يكون في جلسات فرديه مع اللاعبين. اي لعيب بيكون يعني عنده بعض الضيق شويه ان هو ما شاركش او ان هو ما كانش كويس في التدريب، بيحاول الراجل ان هو يرفع من معنوياته، ودي دور كبير ومهم جدا واتبان يا كابتن ميدو في المستطيل الاخضر في التدريبات. بجانب طبعا القائمه في الحاجه ذكرتها كابتن ميدو، القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي عدد كبير مستبعد من هذه القائمه، لكن تاكيدا ايضا كمان ان الراجل قال كل مباراه ليها نعمها وليها لاعبتها وليها ترتيبها. كمان الكاس يختلف عن بطوله افريقيا، بطوله الدوري تختلف بشكل كبير، لكن لابد الكل يكون جاهز، ودي الحاله اللي احنا بنطمن بيها كل جمهور النادي الاهلي. كل اللعيبه جاهزه فنيا وبدنيا وطبيا اللي بيكونوا مشاركين في القائمه، لكن بينقصنا التوفيق. كل مره بنحاول ان احنا ينقصنا التوفيق وبنقول ان شاء الله ربنا يكرمنا، والحكم كمان او اي طاقم تحكيم يكون متواجد يدينا حقنا في بلغه الكره ميديا. يعني بنقول النادي الاهلي عايز حاجه زياده ولا عايز حاجه نقص، يدي حق الكوره، يدي حق اللعبه، وان شاء الله باذن الله يعني الثقه الكبيره اللي في جماهير النادي الاهلي في اللاعبين وفي الجهاز الفني ان شاء الله تترجم في كل المباريات، واولها ان شاء الله يكون مباراه دجله. يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات، ويستمر ايضا كمان في الاداء الرائع والمميز اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي باذن الله. كريم طمنا على المصابين، انا اتكلمت عليهم لكن طمنا اكتر على علي معلول، كلمنا على كل المصابين يعني طمنا عليهم بشكل عام. يمكن الحمد لله كابتن ميدو خلاص يعني هانت الايام اللي فاتت، كانت ايام قاسيه شويه على اللاعبين، كانت فتره طويله غياب محمود متولي، ان شاء الله باذن الله يعني نقول في 10 ايام او اسبوع من اسبوعين ل 10 ايام ان شاء الله يكون متواجد تدريجيا مع اللاعبين في التدريبات الجماعيه. علي معلول النهارده كان بيأدي تدريبات الجري، يعني الحمد لله ان هي الضمه ما كانتش من الدرجه الثانيه او من الاولى او مد او كده، لان كان الامر هيكون صعب شويه. يعني الحمد لله علي معلول كانت نبذه بسيطه اشتغل عليه بشكل كبير جدا الجهاز الطبي للنادي الاهلي، وصل لمراحل متقدمه جدا يا كابتن ميدو. عقب المباراه علي هيكون متواجد لمباراه حرس الحدود، دي هتبقى رؤيه فنيه طبعا ليه مستر ريني فايلر، لكن طبيا وبدنيا علي معلول هيكون جاهز ان شاء الله عقب انتهاء مباراه وادي دجله. الكل مستمر بقى في الاصابات، طبعا حمدي فتحي الاصابه مطوله شويه، كريم نسبة ايضا كمان اضطرب بشكل كبير، صالح جمعه شارك في تدريب الامس اللي كان بيشتكي فيه العضله الضمه. الحمد لله يعني نقدر نقول العدد الاصابات كان كبير شويه الايام اللي فاتت، لكن مع الايام القادمه كابتن ميدو ان شاء الله ما يكونش فيه اصابات، وربنا يبعد الاصابات عن كل لعبتنا. محتاجين كل لعيب خلال المرحله القادمه، محتاجين 10 وحوش يكونوا متواجدين و11 وحش كمان يكونوا متواجدين في كل المباريات ان شاء الله. اكيد يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما مميز ودايما بتغطي على احسن ما يكون. شكرا جدا زميل العزيز كريم احمد.